السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ عساكم بخير، وياكم عبد الله حجازي بحلقة جديدة من تربو تيوب. طبعا اليوم راح اروح اشتري ويلات للموستنج. انا اوريدي اشتريت اوريدي، يعني بالطريق، يعني قلت لا بنص الطريق لازم. الله بالخير، عليكم السلام. بالطريق اني راجع من يم الرجال اشتريت منه الويلات، وقفت قلت لازم اصور، لان بصراحة انا اليوم مريض، الانفلونزا مسوي شغلها وياي، يعني هيك بس اريد انام وخملان وكل، تعرفون اعراض الانفلونزا. بس لا قلت لازم اصور واصور الحلقه حتى اشوفهم شنو اول تغيير راح اسويه بالموستنج. طبعا اشتريت ويلات، كان اكو قدامي اكثر من ويل، راح اشوفكم الصور، خلي اعرض لكم اياها وبعدين نرجع نكمل. هذا الويل الاول اللي كنت حاطه بالحسبان، هو شكله حلو بس حسيته مو رياضي، مو اجريسيف، يعني هو صح نازل من الشركه مال موستنج، بس حسيته منطقه على سياره، يعني مو رياضيه، هيك منطقه على سياره عاديه. الويل الثاني هذا رياضي بس ما ادري، يعني ما حسيته متلائم ويا السياره. هو حلو ويخبل، هذا اعتقد مال الجي تي 500 الموستنج، بس هم انا ما عجبني هالقد. هذا كان عندي منه على موستنج قديمه، نفس هاي السيارة بالضبط اللي بالصورة، بس كان لونها ابيض، بس حسيتها مال سيارات يابانية اكثر مو مال امريكي. عاد انا ايش سويت؟ نزلت بوست بجروب مال موستنج امريكي، قلت لهم اريد هاي الويلات اللي راح تطلع بهاي الصورة، هاي الويلات، طقيت صورة بحد هالويلات ونزلت لهم، قلت لهم تتوقعون تلوق؟ فبدت العالم تنزل صور سياراتها بهذا الويل اللي شايفيته بالصورة، هذا ولد نزل صورة سيارته، بصراحة كلش عجبتني، كلش عجبتني الويلات. وهذا همينه واحد ثاني نزل صورة سيارته بهذن الويلات، فرأسا من شفت الصور اختاريت هذن الويلات. بس استقريت على الويل الأسود، خلينا نشوفكم، يعني طبعا محمل الويل هسه بالسيارة، جبت الاكسبلورر خلصت، طبعا شفتته بالستوري اللي نزلتها على اليوتيوب، انه تاير كان دا يلعب مالته البولبرن، يعني منتهي، كان بها صوت كلش بشع بالمشي. المهم خلينا نشوفكم التايرات، هذا هو شكل الويل. بصراحة هذا الويل الديزاين مالته كلش حلو، يعني رهيب، رياضي بامتياز، اجريسيف، لونه حلو اسود يلمع. شفت انبهرت بيه الويل. صح كان اكو اختيارات ثانية، بس بالاخير قررت انه اشتري هاي الويلات. وطبعا سعرهن $425 للاربعة، هن وتاياراتهن، ذن التايرات الامامية يعني بيهن شوية روح مثل ما نقول، اللي ورا شوف ايش صاير بيه، ممسوحة مسح. هو الظاهر كان يحب يبطنش هواية، لأن هو عنده موستنج جي تي، شايل منها هاي الويلات وعارضها للبيع وحاط لها ويلات جديدة. فاشتريتن وياتنا راجع بالطريق، كنت أنا دا أسوق بس تعبت كلش مثل ما قلت لكم، وصديقي هو اللي راح يسوق بمكاني. هسه شو راح أسوي أنا؟ يعني هسه راح أخذ ذن الويلات أوديهن يم صديقي أبو التيارات حتى يأوردر لي تيارين جدد، حتى يعني ذن بصراحة ذن التيارات مو أمان الواحد يسوق عليهن، فخلي أركب تيارات اثنين جديدة واغسل الويلات واجهزهن، واكيد هم ما راح يكملن اليوم، راح يكملن على يوم الثلاثاء او الاربعاء، لان السيارة همين راح تكمل يوم الثلاثاء او الاربعاء من الضربة مالتها، راح تصلح الضربة حتى كلها عاد تطلع بوجه جديد. طبعا صادفتنا مشكلة بالسيارة هاي، احنا طبعا اليوم الجو حلو، الشمس بس حارة بنفس الوقت، السيارة ما بيها تبريد، صار بيك انت استوى على الاخير اي. طبعا اني هو بقى صايم عادي، ما قدرت لان مريض، فاضطريت انه اني افطر، خصوصا انه احنا مسافرين على طريق سفر، فيعني قلت الله غفور رحيم ويا رب يسامحني على هذا اللي سويته. طبعا هاي السياره كلش مريحه بالسفر، خصوصا انه تياراتها جديده وناعمه، المحرك مالتها 8 سلندر، على الطريق يصير ناعم. هسه رح نرجع نكمل، باقي لنا تقريبا ساعه ونص ونوصل باذن الله تعالى. طبعا الله يبارك لنا احمد دي يسوق عني انا، لان كلش تعب. اشكرك استاذ احمد، والله انك زلم، شن راي الزلم يا هيبه الرجال. والله ما شفتك من شهر. اي والله صار لي اكثر من شهر من قبل رمضان، شفت اخر مره قبل رمضان. طبعا احمد طلع وياي فيديوهات قبل امينا، طلع فيديو من السابقنا انا بالنيسان الزده الحمراء مالتي، وانت باللكزس من طلعتني. طبعا احمد مشغول يدرس كمبيوتر، يدرس كمبيوتر ساينس، و 24 ساعه بمحاضرات وكله، كل ما اخاوره اقول انا بالمحاضره، بس اليوم الحمد لله قدرت اشوفه، لان اليوم العطله. والله انا اللي قدرت اشوفك اليوم حبيبي، والله على راسي ابو شهاب. المهم هسه احنا راح نروح للمصلح اللي هو تعرفوه ضياء، اذيب يم التايرات، لان هو بنفس الوقت يشتغل تايرات حتى يضبط لي اياه، يسوي لي البالانس ما اعرف شنو. وصلنا هسه للمحل،
وتقرر الآتي، راح أجيب تاير وهنا أنا تاير وهذا يعني بعد بهن شوية يمشني فد 6-7 أشهر. فالشي كان مأساة الطريق، خطي هذا الولد انسلق. أحمد انسلقت بالطريق مو؟ صايمين كمان. أساسا ده يبرد قاعد التكييف صار ثلاجة بعد شوي على الثلاجة. خلنا نرجع للتايرات. التاير الواحد $105 ويا التركيب يصير قول $120، يعني راد لي بعد اصرف ورقته نص تقريبا على مود التايرين هذول. هذا الشامل لغ مال موستنج اللي وصل، وطلعت الشركه الاذكياء دازين الباب هم يعني مع اني ما طالبه، ودفعوه هذا الرجال المسكين $700. اي والله دفعوني 850 عباد الاحمد. 850؟ لا ما بيشي الباب نظيف. لا كل جديد. يعني بصراحه حلو. هل تدعى سيارتك هذا اللون؟ لا لا مو هذا اللون. طلعت السيارة حرامات والله. اي والله. بس شو تسوي؟ يلا مو مشكلة. يا كلها مصاريف زايدة. يلا بس قواعد. فلوسي كلها لك ضياع حبيبي. والله لا يا صدق كلها لك. التدخين طبعا مضر بالصحة ويسبب الوفاة. بس هي عادة سيئة، إن شاء الله راح أتغلب عليها وأبطلها. حتى ليش اكو ناس بتقول ليش قاعد تدخن بالفيديو؟ بس احنا يعني طالعين وبدنا نصور. هاي معون شوفوا هذا مثال سيء للقيادة. وبصراحة أنا لما أنا قاعد أدوس وأمشي بسرعة المثال سيء. صورنا هاي البورشة بعد. يا سلام. وش تصورين جدا؟ وأخيرا لقينا باركينج بنص هاي الزحمة. يعني اليوم المدينة تقريبا كلها طالعة، ما أدري شنو السالفة. ازدحام والشوارع مسدودة. اعتقد السبب يعني السبب الاول اكو اليوم الاحتفال اللي قلت لكم عليه، والسبب الثاني هو انه اكو لعبه كبيره مال طوبه بين فريق تيمبرز واعتقد ثرونز ابعابت شفت ولا شنو؟ يلا ايه والله عليه والله ما والله عليه انا شفت ثرونز ضد شيكاغ. ايش متابعهم انت؟ ايوه زندباوة هاي اللي على اليسار ابعابت شوف 7 سيريس الجديده فد هيجي ماخذ مكانها او مكان غيرها. هاي طبعا مظاهر الاحتفال. هاي مش طيران الاسكا. هاي الاسكا هاي. هاي من ناخذ لنا شو اسمه نظرة على الاحتفال. ما ادري ليش يصيحون. منا تعالوا وياهم. انتهينا المطاف بمطعم تايلندي. الناس ماخذ فكره عن الاكل التايلندي ان هو صراصر مشويه وشغلات يعني وحشرات، لا بس الاكل التايلندي هنا بالمحلات اللي شفتها هنا كلش صحي، خضروات ويعني نودلز ورز، حتى الرز مالتهم يكون مسلوق فشي كلش صحي. فمن تجي الوجبه راح اشوفكم اياها واخليكم انتم اللي تقرروا. هاي المقبلات طلبتها، هاي سبرينج رول مثل السمبوسه محشيه بالخضروات، هذا السلاد رول، هذا بيه جبن ولحم مال الكراب ما اعرف شو اسمه بالعربي، هاي ما اعرف شنو، وهذا عباره عن روبيان جوزيفن وهاي الصوصات اللي وياه. هاي الوجبه مالتها معكرونه مالتمن رايس نودلز وعليها دجاج وشويه فستق ومسويها سوي عادي بالصوص مالتها. هذا ابو عابد اخذ لك كاري، كاري مثل مال الهنود بس على الطريقه التايلنديه. شنو رايك؟ هذا بزبده الفول السوداني. وانت؟ كاري العادي اصفر بالثوم قوي بس اكل جميل. كم طلع حسابك ابو عابد؟ انا 19 دولار. انا طلع حسابي 28. اكثر واحد مرتاح ابو عزم حسابه $11. والله ابو عزم يلعبها صح. احنا نجي ناخذ بيبسي ناخذ ابيتايزر كل شيء ما ياخذ حسب يجيبها صح حتى صحنه ما كمل. ابو عزم ما بيلعبش الا الصح. شوفوا هاي تشالنجر مسويها مع الشرطة اندر كفر، هذا يجي يوقف يمك بالاشارة يظل يدوس بنزين، يجبرك انه انت همين اذا عندك سيارة رياضية ما تدري انه هو شرطي وتكبس وياه بعدين يلزمك ويعطيك مخالفة. ها شوفوهم؟ يعني منو يتخيل انه هاي تشالنجر مع الشرطة السيارة اندر كفر؟ منو يتخيل هذا الشيء؟
هذول اللي بالبرتقالي متطوعين يمشون ويلمون بالقواطي وبالزبالة اللي يعني ناس شمروها بالشارع. سور الصين العظيم كله هسه راح يفوت فنان. ها سيارات طبعا تنظيف الشوارع. سيارات تنظيف الشوارع ورا الاحتفالات. يا اخي نظافه شوف ما يعرفون شيء وصل بعد هيك. شوفوا تنظيف الشوارع ورا الاحتفال، فشي يعني قمة بالحضارة بصراحة، قمة بالتحضر. بالمصعد حاليا ابو عزة وجه جديد على الساحة. ابو عابد خلص اتعود على الكاميرا. انا وجه وجه اذا ما شافت الكاميرا كل يوم ما برتاح. يلا بس. احلى شي بالاماكن المغلقة اسمها الصور. مثل ما شفتوا يومنا كان طويل ومشوق، وبنفس الوقت تونسنا به هواية. إذا أنتوا تونستوا ويانا وعجبكم فيديو اليوم، دوسوا لايك على الفيديو، سووا سبسكرايب وشير لهذا الفيديو، وانتظروني بالفيديو الجاي.